يا سلام عصفرة رمضان. رمضان كريم وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة الأو تي في. ما زلنا مترفقين خلال شهر رمضان المبارك من سفنس جناح بوصفات رمضانية مميزة، ومثل ما عودناكم يوميا في عنا وصفة حلو ووصفتين مالح. اليوم في عنا وصفة الحلو اللي كتير من ستات البيوت بحبوها وبطريقة كتير سهلة، رح تتابعوها خطوة بخطوة لآخر الحلقة. في عنا الكنافة بالجبن، هيدا أول طبق. عنا شوربة البصل كمان، وكمان في عندي الريب آي مع الخضار، الريب آي من اللحوم الأمريكية العالي الجودة. وبهالوقت أنا طبعا بدي أشكر اتحاد مصدري اللحوم الأمريكية اللي هو راعي هيدا البرنامج. لكن رح نبلش أنا وياكم خطوة بخطوة بالكنافة بالجبن. عندي من عجينة الكنافة، هيدي عجينة الكنافة، عجينة جاهزة. قبل ما بلش حضر أنا للكنافة بالجبن، خليني لكم المقادير. بالنسبة للمقادير، عندي 2 كيلو جبنة عكاوة تشيكي، كيلو من جبنة الموتزاريلا المبروشة، بالإضافة معلقتين كبار من ماء الزهر، وأيضا معلقتين كبار من ماء الورد. كمان وكمان عندي فستق حلبي للزينة، مسكي رشة، عندي كمان كوب من القطر أو حسب الرغبة، عندي كمان زهر الليمون للزينة أيضا. وأيضا طبعا بدنا كيلو من عجينة الكنافة الجاهزة. لكن هيدي هي عجينة الكنافة، عم بتشوفوا أنا كيف عم فرفطها. وهون إذا جبتها لعجينة الكنافة متلجة لازم أنا شيلها من التلاجة قبل بيوم، حطها بالبراد، فرفطها بهيدا الشكل. بعد ما فرفطها بهيدا الشكل رح إجي حطها على النار. طبعا بدي فتر العجينة تفتير. طيب ليش يا شيف حسين بدك تفتر العجينة؟ لأنه إذا ما فترتها شوي رح تفرفط عندي بكعب الصينية. لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بعمل عجينة الكنافة بهيدا الشكل، عم فرفكها لإجي. أوكي، هون نحن عجينة الكنافة طبعا بدها تكون عجينة ناعمة. عندي هيدي القلاية رح إجي أخد العجينة، لكن رح نحط العجينة بهيدا الشكل. عن جد يا سلام على هالوصفات لسفرتنا الرمضانية لحلقتنا لليوم. بدي حرك العجينة بهيدا الشكل، نقلبها. وبهالوقت أنا عم بحرك العجينة شو رح أعمل؟ عندي طنجرة تانية على النار، لكن حطينا طنجرة تانية على النار لنحضر حشوة الكنافة اللي هي عبارة عن جبنة عكاوة تشيكي، جبنة الموتزاريلا، ماء الزهر، ماء الورد، كمان منحط مسكي لتعطينا نكهة ومذاق رائع. عجينة الكنافة نحن عم نقلبها، كيلو من عجينة الكنافة، 2 كيلو من جبنة العكاوة التشيكي، كيلو من جبنة الموتزاريلا، ماء الزهر، ماء الورد. هيدي هي الحشوة. هون مثل ما خبرتكم أنا عم فتر العجينة بهيدا الشكل. لكن برجع بذكر كل المشاهدين كل المقادير وكل الحلقات رح ترجعوا تشوفوها على جميع التواصل الاجتماعي لليو اس ميت، وأيضا فيكم تشوفوها على القناة الخاصة لإلي على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر. وأيضا فوتوا هلا أنتم عم تحضروني، افتحوا الانستغرام واعملوا لي فولو شيف دوت حسين عبد الساتر. هيدي العجينة مثل ما خبرتكم أنا بس مجرد بدي فترها. رح طفي النار تحت العجينة، وهيك العجينة صارت جاهزة عندي. هاي العجينة جاهزة، ورح اجي أنا اخد صينية. اوكي، رح اخد هيدي الصينية. لكن هاي العجينة فاترة هون عندي بهيدي الطنجرة، هيك لنحطها على الغاز الإدماني لتاخذها الكاميرا. كمان رح احط بقلبها، رح اجي اخد جبنة العكاوة التشيكي بهيدا الشكل.
مثل ما شفتوا هيدي منقوعه كتير منيح لان بتحتوي على كميه عاليه هيدي الجبنه من الملح. رح اجي احركها بهيدا الشكل، نتركها على نار هاديه وبهالوقت بيجي للعجينه. لكن هيدي العكاوي تشيكي نحن جبناها، جبتها من هون عن براد الجبنه، بعد ما جبتها عن براد الجبنه اخذتها برشتها، بعد ما برشتها نقعتها بالماء لمده ساعتين، عملت لها اول زوم وثاني زوم لحتى تحلت بطلت مالحه. بس بطلت مالحه جبتها واستعملتها حطيتها على النار. هون مثل ما عم بتشوفوا انا ما حطيت لا سمنه ولا حطيت زبده بكعب هيدي الصينيه، لان هي العجينه بتيجي جاهزه فيها السمنه وفيها كل المنكهات. هون الجبنه على النار وبرجع لا صينيه الكنافه، منشد على العجينه كتير منيح بهيدا الشكل مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بعملها بهيدي الطريقه. اوكي منكبسها كتير منيح للعجينه لحتى ما تفرط عندي، وبجيب باقي الكميه كمان منحطها. اوكي اخذت الكميه العجينه بهيدا الشكل، لكن برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا الى شاشه الاو تي في، عندنا الكنافه بالجبنه عم نحضرها بطريقه كتير سهله كتير سريعه. يعني ست البيت هي قاعده بالسهره اجت عيلتها عبالها الكنافه، فيكم تجيبوا كيس كنافه تعملوه مثل ما انا حطيت الكنافه، فترت العجينه تفتير حطيتها بكعبها الصينيه عم شدها كتير منيح. الجبنه على النار، تركينا نحن الجبنه طبعا لحتى تدوب الجبنه، لضيف لها من جبنه الموتزاريلا مع ماء الزهر وماء الورد. اوكي نرجع بهالشكل، لكن هون الجبنه نحن بدنا ندوبها على الاخر، ما رح احط مع الجبنه لا سكر ولا اي مواد للتحليه. نحن رح نحط على الوجر طبعا التحليه، نحن رح ناخذها من الاطراط اللي رح نحطهم على الوجه هون مثل ما عم بتشوفوا بهالشكل. عندي الجبنه بلشت تدوب. اوكي لكن هيدي هي الزبده مثل ما عم بتشوفوها بلشت تتمغط بهالشكل هيدا. هون طلع عندي انا مي، خلينا نصفي لها ميتها. اوكي نرجع منرد الجبنه على النار، وبهالوقت بجيب من جبنه الموتزاريلا المبروشه ايضا كمان المحليه، لكن كمان حطيت جبنه موتزاريلا 2 كيلو من جبنه العكاوي التشيكي، كيلو من جبنه الموتزاريلا المبروشه كمان انا محليها، بخلطهم بهيدا الشكل. عندي ايضا المسكه، رح ضيف المسكه ماء الزهر ماء الورد، رح احطهم على وجه هيدي الصينيه. الفرن حامي عندي على حراره 180 درجه، رح اقلب الصينيه رح فوتها على الفرن لتستوي، رح اقلب الصينيه حط الاطراط على الوجه، وهيك بنكون قدمنا لليوم احلى واطيب واشهى صينيه كنافه. لحم الريب اي العالي الجوده من اللحوم الامريكيه، هالقطعه جاهزه نطرتنا لحتى كمان نشويها. اما بهالوقت بدي اقلب جبنه الموتزاريلا مع جبنه العكاوي بهيدا الشكل، لكن مثل ما عم نشوف هيدا الخليط تركينه نحن. اوكي مثل ما عم بتشوفوا على نار عم تاخد بعض، عم بتدوب كلها مع بعضها. انا بحركها مع التحريك المستمر، ريحة غير شكل على نار هادية ب
طنجرة كعبة سميك لحتى ما تحترق عندي الجبنة عن جد. خلينا نشوف، لكن مثل ما عم بتشوفوا هيدي هي الجبنة اللي بنستعملها نحنا بالكنافة. اوكي، هيدي هي الحشوة لعجينة الكنافة. كمان نخلطهم، وهلأ صار الوقت لجيب ماء الزهر لحتى ننكي بماء الزهر ماء الورد، وكمان منحطهم قبل ما نطفي النار، لان صار الوقت لطفي النار. انا بحط كمان من المسكة اللي بتعطي نكهة رائعة. رح اخلطهم مرة تانية. اوكي، بهيدا الشكل، يعني عن جد ريحة غير شكل. اوكي يلا، يا سلام على، يعني ليكو المنظر، ليكو المنظر شو حلو، منظر هالجبنة كيف دابت وصارت جاهزة لحتى دغري بيجي انا وياكم على عجينة الكنافة بهيدا الشكل. اوكي يلا، طيب شو رح اعمل هلا؟ رح اجي مده، رح اجي مد عندي الحشوه، رح مدها بهيدا الشكل فوق العجينه. اوكي، وهلا هيك عندي صارت صينيه الكنافه جاهزه، طبعا لحتى نفوتها على الفرن على حراره 180 درجة. قبل ما فوتها على الفرن، هون برجع بذكر كل المشاهدين، طبعا بدنا نشكر الماستر شيف على هالفرن وعلى هالعدة اللي مقدم لنا اياها لنشتغل فيها خلال هالشهر الفاضل. لكن رح نجي على الفرن. اوكي، لكن هيدا الفرن عندي حامي على حرارة 180، هون حطيتها بالنص على الرف الشبكي، بدي اتركها 25 دقيقة لحتى تستوي هالعجينة وهالصينية. أنا مولع الفرن من فوق ومولع الفرن من تحت، بضل في عندي وصفتين، الكنافة بالجبنة فوتناها على الفرن. أما هلأ طبعا قبل ما أرجع أخبركم بالتفصيل عن الكنافة، في عندي ريب آي اللي هي من اللحم الأمريكاني العالي الجودة، بدي اشويها قدامي على الجريل، بدي خليها شوي فيها روح. انا ما بحبها كتير well done، بحبها ميديوم، او فيكم تتناولوها ميديوم رير حسب ما انتو بترغبوا. لكن برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا الى شاشة الاو تي في، عنا الكنافة بالجبنة، حطيت للحشوة 2 كيلو من العكاوي التشيكي، كيلو من جبنة الموتزاريلا المبروشة، بالإضافة لماء الزهر ماء الورد، وطبعا عندي من المسكة. هيدي هي الحشوة، عندي كمان وكمان من عجينة الكنافة الجاهزة، أنا فترتها شوي، فرفضتها ومديتها بالصينية، كبسناها وحطيت فوقها الحشوة. أول شي حطينا الجبنة التشيكي، برشناها وحليناها كتير منيح، بعد ما حليتها حطيتها على النار، ضفت لها الموتزاريلا ماء الزهر ماء الورد، بالإضافة طبعا عندي المسكة، قلبتهم مع بعض وضفتهم فوق العجينة وصاروا موجودين. هيدي صينية الكنافة بالفرن على حرارة 180 درجة. بضل في عندي وصفتين، الريب آي اللحم الأمريكاني وشوربة البصل، راح نحضرهم انا وياكم بعد شوي. اما هلا خلينا نتوقف مع بريك قصير وبنرجع سوا. بالعوده لكم مشاهدينا من سبينس جناح بالوصفات الرمضانيه اللي بلشنا فيها من بدايه يا سلام على سفره رمضان.
قبل البريك حطينا نحن عندنا صينية الكنافة صارت بالفرن ناطرينها لحتى تستوي لشيء لقدم لكم اياه لسفرتكم الرمضانية. اما هلا رح ننتقل لنبلش بالطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. في عندي الريب اي وايضا بعد في عندنا شوربة البصل، يعني عن جد سفرة عرمرمية كتير طيبة عندها الاطباق اللي عم نحضرها حصص غذائية قيمة غذائية كتير عالية. لكن الكنافة بالفرن، عندي لحمة الريب اي، خلينا نجي لهاللحمة. هيدي كمان لحم الريب اي من اللحوم الامريكية العالية الجودة، كمان بتتميز بالتكوين الرخامي الموجود فيها. لكل اللي عم بيسألني شيف حسين هاللحمة حلال، انا بقولكم ايه هيدي اللحمة اكيد حلال. كل شيء لحوم امريكية بتجي على الشرق الاوسط بتجي حلال. نكهة رائعة، طراوة غير شكل، يعني شو بدي خبركن. هذا الجريل الحامي قدامنا هون لحتى حط شقفة الريب اي على الجريل لنشويها. اوكي هيك منحطها مثل ما هي، بنعملها شوية مساج مثل ما عم بتشوفوا، انا عم دللها لها قطعة هاللحمة. طبعا هيدا الجريل كمان بذكر من ماركت من الماستر شيف، كمان مشكور على هالعدة اللي مقدم لنا اياها خلال شهر رمضان المبارك. طيب بعد ما حطينا قطعة هاللحم، انا بده يكون في عندي طبق غذائي متكامل، واليوم نحن عم نحكي عن قطعة اللحم وعم نحكي عن طبق رئيسي. بما انه طبق رئيسي شو رح نعمل؟ رح اجي انا حط كمان اقدم مع هالوصفة من البروكولي، رح اقدم باقي الخضار مشوية مش مسلوقة. خليني خبركن على المكونات. عنا عرنوس درة كوب، بروكولي كوب، جزر كوب، بطاطا حبة، بالاضافه هليون 150 جرام. بدنا نذكر نحط رشه ملح ورشه فلفل اسود او رشه ابهار. هون انا البطاطا وهيدي الخضار كلها بدي اشويها. ليه بدي اشويها؟ هلا بقلكم. انا اليوم عم بستعمل هيدي الخضار مشويه، اذا بدي احطها، وهيدي الخضار غنيه بالفيتامين، اذا بدي احطها بهالميات اسلقها رح اجي اخر شيء كب الميات شيلهم وكبهم بالمجلى. هيدا الفيتامين كل الموجود بهيدي الخضار رح يجي على هيدي المي، رح يطلع بهيدي المي، وهيدي المي كبيناها فهيدي بطل فيها فيتامين. لهالسبب انا اليوم عم بشوي الخضار شوي من جزر، من كوسا، وايضا كمان من البطاطا. كمان الجزر بشوي بنفس هيدا الطريقه، وهيك كمان بنستفاد شغلة تانية انه بس نحطه على الجريل بياخد ايضا وايضا من نكهة اللحمة. كمان بجيب من عرنوس الذرة ايضا بهيدا الشكل، عرنوس صغير كمان بنشويه. يعني يا سلام على هاللوحة الفنية اللي صارت موجودة قدامي. في عندي لحم الريب اي، في عندي البطاطا، عرنوس الذرة، الكوسة، وايضا في عنا الجزر. خليهن على راحتهم يستووا. بهالوقت رح اجي شوف عندي كمان من البروكولي. البروكولي نحن مضطرين نسلقها، فينا نشويها بس بدي احطها بالفرن. وهلا الفرن انا في عندي في بقلبه للفرن عندي الكنافه، رح نجي بهالوقت. خليني احط انا البروكولي ونرجع نجي لوين رح نجيب معنا. اوكي خلينا نجي بهالوقت انا وياكم نشوف شو صار في عندي بالكنافة. طيب هيدي صينية الكنافة بالفرن مثل ما عم بتشوفوا، بعدها ما تحمرت، بعد بدها وقت. نرجع منردها على الفرن. انا الفرن بذكركن حاطه على حرارة 180 درجة، ناطر
طبعا لحتى تتحمر كعب الصينية. كيف بنعرف نحن؟ بدها حوالي 25 دقيقة. كيف بنعرف انه تحمرت كعبة للصينية؟ من قبل شوي بتبين. عندي الصينية الثانية حاضرة ناضرة جاهزة نطرتنا لحتى نسكبها مع القطرات مع الفستق الحلبي وزهر الليمون. اما هلا بهالوقت رح نحط كمان طنجرة على النار. هيدي الطنجرة لنحضر فيها شوربة البصل. يعني عن جد من الشوربات جدا غنية وجدا طيبة وشهية من المطبخ الفرنسي. اوكي، عندي زبدة وعندي بصل، عندي طحين، يعني مكوناتها ما بدها كتير مكونات بس نكهتها جدا رائعة. لكن طنجرة على النار، رح اجي جيب من الزبدة. شو رأيك تجي تساعديني؟ يلا تعي ساعديني، تعي. يلا تعي ساعدي. تفضلي 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 تفضلي، ما تستحي ما تستحي. يلا تفضلي. خلينا نعزمك على الفطار اليوم. بكره؟ طيب، لكن ناطرينك على بكره. لكن مشاهدينا لكم مكونات شوربة البصل اللي هن عبارة عندي بصل 3 حبات، زبدة عندي 2 كبار، كمان عندي من زيت الزيتون 2 كبار، ملح رشي وفلفل اسود رشي، طحين بدي ايضا وايضا 2 خبز توست، بدنا حبة كمان، وكمان بدنا مرق الدجاج او مرق اللحم كوب وجبنة موتزاريلا كوب. خليها تدوب الزبدة، وبهالوقت يا سلام على هالروايح الشهية، ويا سلام على هالمنظر الحلو. يعني يا سلام عن جد عن جد عن جد، يا سلام على الريب آي، اللحم الأمريكاني الممتاز العالي الجودة، نكهة وطراوة وشكل ولا أروع من هي. طيب، عندي زيت زيتون وعندنا زبدة بطنجرة على النار. لنبلش نحن بشوربة البصل. رح اجي اخد بصل جوانح، لكن رح بلش بفرم البصل جوانح لضيفهم فوق المواد الدهنية الموجودة عندي على النار. لكن بصل جوانح بهيدا الشكل. رح ارجع ضيف من الطحين بعد ما ياخد لون البصل، لان بدي انا هيدي الشوربة يكون لونها على براون. كمان كفي العملية بهيدا الشكل. بتكتروا البصلات لتاخدوا النكهة المطلوبة، هي اسمها شوربة البصل. كمان مثل ما عم بتشوفوا. اوكي، هول البصلات صاروا جاهزين عنا. لنجي بهيدا الشكل نحط البصلات فوق المواد الدهنية، ندبلن على نار هادية لنرجع نضيف لقلن الطحين. لكن عندي على النار، برجع بذكر كل المشاهدين، البروكولي لحتى يحافظ على لونه لون الخضار، نحن بعد ما يستوي البروكولي لازم نشيله دغري على مي متلجة مي باردة. مش بس البروكولي، كل انواع الخضار بدنا نشيلها دغري نبردها لتحافظ على لونها. بهالوقت خلينا نقلب كمان الخضرة، البطاطا. هول البطاطا نحن اذا بدنا وقت يستووا اسرع شو بنعمل؟ نسلقهم نص سلقة، بنرجع بنقطعهم وبنحطهم. هون عندي الجزر. يا سلام عن جد على هالريحة وعلى هالطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. كمان منكرر العملية مرة تانية، بدها تضل عيننا على الفرن، بدنا نضل ننتبه للعجينة وأيضا للكنافة. كمان بعد بدها وقت،
بنرجعها على الفرن وبنتركها على حرارة 180. لازم نحن نضل نطلع عليها لعجينة الكنافة والكنافة لحتى ما تلدع عندي العجينة. هلا على كل حال انا حطيتها بالرف الشبكي ما راح تلدع عندي العجينة. برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا الى شاشة الاو تي في فيكم ترجعوا تشوفوا كل الوصفات على على الويب سايت لليو اس ميت، على السوشيال ميديا لإلي كمان شيف دوت حسين عبد الساتر على انستغرام، وايضا شيف حسين عبد الساتر على يوتيوب، وكمان بتشوفوا على يو اس ميت على كل المواقع التواصل الاجتماعي لليو اس ميت كل هالحلقات وايضا كل هالوصفات. هون البصله بلشت، هات لنحرقصها شوي بهالمواد الدهنيه. تعرفوا شو يعني نحرقصها؟ مثل ما انا عم بحرقصها هلا بالمواد الدهنيه، يعني عم تتحرقص البصله مثل ما عم بتشوفوا بالطنجره بهيدا الشكل. لكن نحن عم ندبل البصله، رح اجي ضيف انا للبصله من الطحين، بس بالاول بدي البصله تدبل لارجع ضيف باقي طبعا المكونات. اذا ما دبلت البصله، اذا ما بلشت تاخذ شويه لون البصله، ما فيني ضيف لها الطحين. لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف المواد الدهنيه غمرتها. اوكي، بهالوقت انا شو رح اعمل؟ بهالوقت بدي اترك شوي البروكولي لشيلها بردها مثل ما خبرتكم، واتركها على نار، اتركها لحتى تسقع وجيبها استعملها كمان بصحن. لكن انا الطنجره رح شيلها احطها على جنب لحتى تتصفى تتبرد، وايضا لنحافظ على لون الخضار الموجود عندنا. لكن بدنا نبردها نبردها وارجع جيبها استعملها مع الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. خليني اشوف انا يعني ليكو هالقطعه الريب اي، عن جد قطعه نكهه ولا اطيب من هيك. انا ما بدي اياها مثل ما خبرتكم من اول ما بلشنا حلقتنا، ما بدي اياها تستوي كثير هيدي قطعه اللحم، بدي اياها تضل جوسي، تضل فيها روح، بدي اياها ميديوم، ما بدي اياها ويل دان. انا شخصيا بحكي عن حالي، انا ما بحبها ويل دان، بس انا اللي بحكي لكم اياه واللي بخبركم اياه انه انتم بتعرفوني انا صار لي تقريبا حوالي 5 سنين بشتغل بهيدي اللحمة عن جد، لأن لحمة نكهتها منا وفيها وعندها طراوة مش موجودة ولا بأي نوع من أنواع اللحوم التاني. البصلات بالمواد الدهنية على النار، تركينهم لحتى يدبلوا، عجينة أو صينية الكنافة بالفرن نطرينا لحتى تستوي، وأيضا لحم الريب آي كمان على النار مع الخضار، تركين هالوصفة لتصير جاهزة لشيلها ولقدمها لسفرتي الرمضانية. أنا برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا إلى شاشة الأو تي في، هول هني وصفاتنا اللي عم نقدم لكم إياهم يوميا خلال شهر رمضان المبارك. طبعا لعنا وصفة حلو ووصفتين مالح من المطبخ اللبناني والمطبخ العالمي بنكهات رائعة ومميزة. لكن البصلة نحن نطرينا، إذا عم بتشوفوا البصلة بهيدا الشكل شوربة البصل، هيدي البصلة أنا ما فيني زيد للبصلة طحين قبل ما تبلش تاخد لون، لازم تاخد لون البصلة لأرجع ضيف لإلها لطحين. بعد ما نضيف لطحين رح ضيف لإلها من مرق اللحم أو مرق الدجاج حسب ما أنتو بترغبوا. جبنة الموتزاريلا جاهزة عندي، عندي كمان خبز التوست جاهز، هيدي شوربة غذائية مميزة عم بقدم لكم اياها للإفطارات الرمضانية صرنا مقدمين نحن خلال يا سلام على سفرة رمضان عدة أنواع من الشوربات. لكن هون بهالوقت البصلة بنحطها على نار هادية. ليه؟ بدي أضيف لها بعد شوي أنا الطحين وبدي أضيف باقي المكونات
اللي هو المرق مع رشة ملح ورشة بهار. أما هلأ خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا. بالعودة لكم مشاهدينا من سبينس جناح بالوصفات الرمضانية اللي بلشنا فيهم من بداية حلقتنا. يا سلام على سفرة رمضان. قبل البريك حطينا البصلة على النار، نحن البصلة تقريبا بلشت تتأشرف على نهايتها. مثل ما بتعرفوا الكنافة ما فيني طول عليها كتير بالفرن لأنه بتحترق. أنا شلت الكنافة قطعتها وصارت جاهزة عندي الكنافة، رح احط لها الأطراط بهيدا الشكل. عن جد يا سلام على هالريحة الغير الشكل. وهلأ صار الوقت كمان وكمان بدي احط فستق حلبي، بدي اخد بهالوقت لتكون البصلة صارت جاهزة عندي، رح احط كمان فستق حلبي على وجه الكنافة كمان بهالشكل لكن، ورح اجي زينا بزهر الليمون. هون فيكن تقدموها مع الكعك، وايضا فيكن تقدموها ايضا بدون كعك مثل ما انتو بترغبوا. هيدي الكنافة صارت جاهزة عنا. خلينا لكن هيدي الكنافة وهيدي عجينتها مثل ما عم بتشوفوا قدامكم على الشاشة. حبيت انا اقدم لكم الكنافة. اما بهالوقت رح ارجع دغري للبصلة. بصل على النار عم نقلي البصلات مع زيت الزيتون والزبدة. هول البصلات بدي ضيف لقلن رشة طحين، لكن برجع بذكر كل المشاهدين لنضموا الى شاشة الاو تي في تنجرة على النار، زيت زيتون زبدة بصل جوانح. وهلأ عم نضيف الطحين، منقلب البصل مع الطحين. بدي ياخد شوية لون الطحين لأقدر ضيف مرق اللحم او فيكن تحطوا من مرق الدجاج. كمان منحط رشة طحين بهيدا الشكل مع تقليب المستمر، زبدة زيت الزيتون طحين بصل. كمان منكرر العملية لحتى البصلة تاخد اللون او الطحين ياخد اللون. ومنرجع بهالوقت للطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. طبعا عندي الطبق الرئيسي اللي هو لحم الريب اي. يا سلام على هالنكهة الرائعة للحم الريب اي. لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بقطع قطعة هاللحم، عن جد نكهة جدا رائعة ومذاق رائع. طراوتها بالتقطيع غير الشكل. اوكي، عن جد غير شكل هاللحمة مثل ما عم بتشوفوها قدامكم. وهلأ انا صار لازم جيب لهاللحمة حط من رشة ملح، حط من ملح الهيمالايا، بالإضافة عندي كمان من البهار رشة بهار. وهيدا طبقنا كمان صار جاهز. لكن مثل ما عم بتشوفوا هيدي أول وصفة عندي الشوربة وعندي الكنافة. الشوربة تركينا نحنا على نار هادية، الزبدة مع زيت الزيتون مع الطحين مع البصل. وبهالوقت برجع بعيد لكل المشاهدين اللي انضموا الى شاشة الاو تي في، عندي كان الريب اي طبق الرئيسي مع الخضار مع البطاطا مع الجزر مع العرنوس الدرة العرنوس الصغير مع الكوسة. انا هون شويهن شوي، ما عرضتهم للسلق، ما سلقتهم لحتى اترك كل شيء فيتامين موجود بداخلهم. شويت الجزر شوي، البروكولي بس سلقتها لان البروكولي اذا شويتها ما رح تطلع طيبه او كان بدي فوتها على الفرن طبعا، والفرن كان فيه الكنافه. لكن شوينا جزر
شوينا كوسا، شوينا البطاطا، شوينا لحم الريب اي، شوينا عروس الدرة. بالإضافة هون في عندي الهليون، مثل ما عم بتشوفوا اللحمة هاللون الحلو، اللون الزهري، نكهة طراوة وريحة جدا شهية. بهالوقت نحن ناطرين البصلة. هيدي البصلة أخذت اللون المطلوب، صار لازم ضيف لها المرق. رح ضيف المرق لها بهيدا الشكل مع التحريك المستمر. يعني عن جد شو بدي خبركن على هالنكهة، عن جد نكهة جدا رائعة. فيكن انتو ما تعطوها هاللون، فيكن تتركوها لون البياض للبصلة، بس انا طبعا بدي اعملها عقصولة مثل ما بيعملوها الفرنسوية، بيعطوها هاللون الحلو مع التحريك المستمر لنحصل على شوربة طيبة وشوربة شهية. طبعا مع التحريك المستمر لحتى ما يكعزل عندي الطحين يرقد بكعب الطنجرة. لهالسبب انا عم بحركها تدريجيا نحن وعم نحط المي. وهلأ صار الوقت بدي حط ملح. هيدي رشة بهار مش ملح، رح جيب هلأ رشة ملح. حط كمان رشة ملح بهيدا الشكل. البهار بنكهها، بيعطيها نكهة كتير طيبة، والمكونات اللي شفتوهن كمان في بقلبها بهار. لكن انا الشوربة ما حطيت لها كريمة، رح اسكبها بالفخارة، وايضا رح احط لها جبنة على وجهها. وهون في عندي خبز توست، فيكن تقدموا معها كمان من خبز التوست مش غلط. لكن انا برجع بذكر كل المشاهدين لنضموا لشاشة الاو تي في. اليوم كان في عنا وصفاتنا الرمضانية، وصفات جدا طيبة ووصفات شهية. الريب اي الامريكاني، اللحم الريب اي اللي هو لحم عالي الجودة، قدمته مع الخضار، مع البطاطا، مع الجزر، مع الكوسة، مع البروكولي، وايضا عرنوس الدرة. رح ارجع عدلكن انا المقادير للريب اي. عنا 500 جرام من لحم الريب اي، بالإضافة عندي حبة بطاطا، جزر حبة، كوسة حبة، بالإضافة عندي كوب من البروكولي أيضا، وأيضا عندي كوب من عرنوس الدرة كمان، أو فينا نقول 150 جرام، وأيضا عندي 150 جرام كمان وكمان من عرنوس الدرة من الهليون، وأيضا ملح وفلفل أسود. كمان فيني اللي بيسألني شيف حسين شو فيني اتناول معها صلصة، فيني قلكن تتناولوا معها صلصة، هي نكهتها طيبة بلا صلصة. واللي بيحب يتناول معها صلصة كسرلة على النار، بالإضافة لكريمة الطبخ مع صلصة الصويا، وأيضا منحط منقلي شوية فطر ومنضيفهم مع رشة ملح رشة بهار، تاخدوا نكهة جدا رائعة. يعني هيدي صلصة بتقدروا تعملوها هيك على السريع وتقدموها مع هالوصفة. هون خلينا نجي نشوف عندي هالشوربة كمان صارت جاهزة. رح اجي انا طفي النار تحت هالشوربة ورح اجي اسكبها، لكن مثل ما عم بتشوفوا هيدي الشوربة رح اسكبها ايضا بهيدا الصحن. عن جد ريحة كتير طيبة شوربة البصل، وصفة رائعة بهيدا الشكل. مثل ما قلت لكم بأول حلقة بلشنا فيها من يا سلام على سفرة رمضان، كل يوم رح يكون في عنا شوربات متنوعة، أيضا سلطات متنوعة. فيني أنا إجي كمان بهيدا الشكل حط خبز توست بهالشكل وفوتها أيضا على الفرن، وحط على وجهها أيضا وأيضا جبنة موتزاريلا بهالشكل وحميها، أو دوب الجبنة بالفرن على حرارة 180. لكن هيدا نوع شوربة، عدة أنواع شوربة نحن صرنا مقدمينه. هيدا نوع شوربة فرنساوي قدمت لكم إياه اليوم لسفرتكم الرمضانية. يعني هون بهالوقت رح نرجع نعيد لكل المشاهدين اللي انضموا إلى شاشة الأو تي في شو حضرنا من بداية حلقتنا
هلا شو هن الوصفات اللي كانوا عندنا لليوم؟ كان في عندي كطبق رئيسي لحم الريب اي، وايضا كان في عندي شوربه البصل من المطبخ الفرنسي كمان، وكمان كان في عندي كنافه الجبنه اللي حضرناها باول فقره من فقرات يا سلام على سفره رمضان، فوتناه على الفرن على حراره 180 درجه. اما برجع بذكركم بحشوه الكنافه 2 كيلو من جبنه العكاوي التشيكي، وايضا كيلو من جبنه الموتزاريلا المبروشه مع الزهر مع الورد، بالاضافه للمسكه حطيناهم على النار لحتى دابوا، ضفنا مع الزهر مع الورد والمسكه مع التحريك المستمر، فرفطنا كيلو من عجينه الكنافه مديناه بكعب الصينيه وحطينا الحشوه طبعا وفوتنا الصينيه على الفرن. برجع بذكر كل المشاهدين فيكم ترجعوا تفوتوا على الموقع الخاص لليو اس ميت تشوفوا هيدي الوصفه وكل الوصفات اللي عم نقدم لكم اياها خلال شهر رمضان الكريم، وفيكم كمان تشوفون عندي على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر، وايضا تفوتوا لعندي على الانستغرام تعملوا لي فولو شيف دوت حسين عبد الساتر. اما بالنسبه للشوربه حطينا زيت الزيتون مع الزبده بطنجره على النار، قلينا كميه كبيره من البصل لدبله البصله، حطينا طبعا الطحين لحتى تتماسك عندي هيدي الشوربه، قلينا الطحين لاخذنا اللون الاسمر، ضفت انا مرق اللحم او مرق الدجاج مثل ما انتم بترغبوا مع رشه ملح ورشه بهار، عقدت الشوربه. طبعا نحن حضرنا الشوربه او خلصت الشوربه سكبتها قدمت معها من جبنه الموتزاريلا المبروشه مع التوست. في ناس بيسالوني بالنسبه للقطر للكنافه، انا بقول لكم كل كوب من السكر بده 2 كوب من المي مع عصره حامضه صغيره او عود قرفي او طبعا من برش حامض فيكم تحطوا كمان ايضا، وايضا فيكم تحطوا رشه فانيل بس بتتغير طعمتها، ولكن انا بس بستعمل عصره حامضه صغيره للقطر. بدي ارجع اذكركم عجينه الكنافه طبعا منفرفطها وبنرجع بنحطها بقلايه او بنحطها بصينيه على النار، بنفترها وبنرجع بنحطها بصينيه بنرصها كثير منيح لحتى ما تفرفط عنا، بنحط فوق الحشوه وبنفوتها على الفرن على حراره 180 درجه لحتى تستوي، بنشيلها طبعا وبنقلبها، بدها بالفرن على حراره 180 25 دقيقة بالنص الفرن على الرف الشبكي، منولع من فوق ومن تحت، وايضا بس تبلش تاخذ لون من فوق نحن منولع بس من تحت وعطول نحن بنضل نتفقدها لحتى ما تحترق، كمان نحن وعم نقلبها بدنا نقلبها على الهدا لحتى ما تفرفت عنا. لكن برجع بذكركم فيكم ترجعوا تشوفوا كل الوصفات وايضا كل الطبخات وكل الحلقات على الموقع الخاص لليو اس ميت وعلى كل السوشيال ميديا. لكن هول هني وصفاتنا لحلقتنا لليوم، كان في عندي الريب اي، كان في عندي شوربة البصل، كان في عندي وصفة الحلو، مثل كل يوم خلال هالشهر الفضيل عم نقدم لكم وصفة حلو من سبينس الجناح وهالاجواء الرمضانية والرائعة بسبينس الجناح طبعا. وشو بدي اخبركم عن جد انا كل يوم بوصل الصبح قبل ما بلش حلقتي بتسوق، لانه عن جد متعه للتسوق كان سبينس جناح وجميع فروع سبينس بلبنان. لكن هولني وصفاتنا ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم، بكره رح احضركم وصفات جدا مميزه لسفرتكم الرمضانيه. انا بدي ودعكم وبدي اقول لكم رمضان كريم وبشوفكم بكره كمان بنفس التوقيت، وبدي اقول لكم الى اللقاء.